اعزائي متابعي بوابه اخبار اليوم، بنرحب بيكم في لايف جديد. احنا دلوقتي من امام احد محلات الجزاره بمنطقه امبابه. طبعا احنا في موسم اللحوم السنه دي، كل عام وانتم طيبين. دلوقتي في اقبال كبير من المواطنين على شراء اللحوم. احنا النهارده هنعرفكم اسعار اللحوم السنه دي، وكمان هنعرف طريقة الشواء بالنسبة للناس اللي هتشوي لحمة، وهنعرف أماكن الأماكن الصحيحة للذبح، وأماكن اللحوم في العيد. ده بالنسبة للزنود اللي بيحب يدخل فول فتة بقى بتاعت أول يوم العيد دي، بقى الحاجة اللي هي الصلاة على النبي يعني الناس كلها بتحبها. ودي الفرخة الكندوز عندك هنا كده، ده وش الفرخة، وش الفرخة ده بيخش بكتير، تمام؟ هو بيبقى قطعتين في العيد، وش الفرخة بكتير. ده هنا كده العيال اللي هو التربيان، ده اللي بيتلف بالحبل وبيتحشي جزر وسنة وثوم، بيتقطع بيتقطع اللي هو بيتقطع بعد ما يستوي. بالنسبة للخلاطة دي بتخش طواجن، طواجن ولحمة طبيخ برضه وبتاع. في ناس خلاف بقى الموز، في ناس بتحب الموزة بخير تبقى عظمها تقطعها 13 سنين، عبد الله في بيحبها كده بتشفر. وده محمد عرب الزنكة، تمام. كلمنا بقى، قول لنا الأسعار السنة دي إيه؟ والإقبال. أنا ببيع كله في حد بعض 180، تمام؟ الجوانب زي الكندوز مفتيك كبدة كلها سعر واحد في الصلاة. الاقبال السنه دي عامل ايه؟ والله اقول لحضرتك على حاجه، هو في يعني في الحمد لله فضل الحمد لله عند ربنا والتوفيق بتاع ربنا، احنا بنجتهد نجتهد قوي، وعندنا المزرعه بتاعتنا من جهتنا وعلفنا والحاجه كلها بتاعتنا الحمد لله واخدها عند ربنا، بس هو القصه كلها في حجم الاجتهاد. احنا بنجتهد احنا بنجتهد فالحمد لله، عشان كده لينا زبون ومعروفين ولاد نجم في امبابه ولاد الحاج جمال نجم. طب تعرف حته اللحمه النظيفه دي؟ العجل بص اقول لحضرتك على حاجه، اقوى مرعى في مصر لسه نجم، اقوى مرة. هي القصه كلها في الحاجه اللي بتبقى قدامك معروفه كويس هي دي اللي بتفرق. ممكن عجل يحتاج 500 كيلو وعجل 400 كيلو، 400 احسن من 500، ولا هي حته وزن ولا هي يبقى مثلا العجل بيبقى سوى بيبقى مثلا حلو. تقول للناس اللي عايزه تشوي السنه دي، والله اقول لحضرتك على حاجه، هو الشوي هو موهوب وشهرته في الضاني، ولو انت كنت اقول لحضرتك عليها احكي لنا عشان الضاني الضاني ديت حضرتك دخل الفرده قطعه ديت كده تخش يسيب، تمام؟ تقطع كده مكعبات تمام؟ خلاف الريه تشيل وتشرب وتشيل السن بالرقبه، ده بقى اللي هو موضوع الفرد. ده بالنسبه للضاني، في كاتو في عندك سن، في عندك روحه، في عندك موزه اماميه. الخف ده عامه الجمال اللي هو فيه مهم سن وفي ريشه وفي دور عليها. عارف عليها. عارف هم يجي نفس الحتة اللي هم تعودوا عليها، هي دي القصة بتاعت اللحمة، هي حتة تعود. تقطيع اللحمة المظبوط بقى يا بيبي عشان ما تهدرش من اللحمة، يعني اللي بيذبح السنة دي نصايحك ايه؟ كل نصيحة واحدة أنا بوجهها للي كل واحد بيذبح ربنا يا رب يقوم الناس كلها ويرضي الناس كلها. بعد ما تخلص ريحه الجوزان يمشي، سيب اللحمه تتشمع شويه، سيبها ساعه ما تخافش. اللحمه ده مدبوح احنا في المنظر الساعه 6 الصبح، اللحمه الساعه 6 الصبح ولا يضربوا اي حاجه، يخش الثلاثه ولا يضربوا اي حاجه. الفكره كلها بتزهق وتلعيب والفرحه والعجل وتقطع وتعبي في كاس وترمي وعلى ما تفرق هنا وتوديه هنا وتوديه هنا.
تفرق في ايه دي بقى؟ ما انت ممكن بعد ما تحصل كتير واحداث كتير حضرتك مثلا تفتح الجناحه بتاعتك وتعدي على السقف وتخبط حضرتك جنبك وداي جنبك وتعدي على السقف وتتفرج طبعا برضه الناس اللي بتبقى قاعده على العشاء تفتح مع بعض كده تضرب تضرب وتبوظ سجق بقى.